وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئه الى الشعب المصري بمناسبه عيد الميلاد المجيد وقال الرئيس السيسي على صفحته الرسميه بمواقع التواصل الاجتماعي ان تلك المناسبه العطره التي تجمعنا على حب الوطن وتؤكد اننا على طريق المواطنه سائرون ولن نحيد ابدا عن التعايش الانساني والايمان الاصيل بوحده الوطن والجماعه الانسانيه ودعا الرئيس السيسي في هذه المناسبه لاستلهام المعاني العطره التي ارساها السيد الم المسيح عليه السلام من الحب والتسامح والعفو والاحسان